ازاي نقدر نتفادى مشكلة صراع الأجيال داخل البيوت المصرية؟ أهم حاجة التفاهم أفكارهم، لأن طبعا الأجيال مختلفة والقيم والمبادئ مختلفة شوية، فبيحصل نوع من الاختلاف بيننا وبينهم، بس لازم نستوعبهم ونستوعب فكرهم. لازم في البداية الاحتواء من الآباء ومن الأمهات، طبعا في العصر اللي احنا بنعيشه من طحن في الأب من الشغل أو برضو اندماج الأم سواء كانت بتشتغل أو ما بتشتغلش مع الأولاد، فلازم الآباء يحاولوا ان هم جاهدا ان هم يحتوى أولادهم من خلال ان هو يحاول ان هو يشوف ايه متطلباته وايه الحاجات اللي بيحتاجها، ينزل شوية بدماغه لدماغ الأطفال يشوف الطفل بيفكر ازاي عشان يعرف يحتويه. كده كده لازم بيبقى فيه تحكم شوية عشان الدماغ غير الدماغ او التفكير غير التفكير، فاحنا لازم يعني نوفق الاثنين، بس احنا واحده واحده بنحاول نوصل لتفكير واحد يرضينا احنا الاثنين. بنحاول نقرب وجهات النظر مع بعض، ان احنا انا افهمهم ايه اللي بيحصل دلوقتي وهم يفهموني كان بيحصل ايه زمان، بحيث ان احنا نلاقي نقطه واحده نتقابل فيها، ان انا لا اعمل حاجه غلط هم مش راضين عنها ولا اعمل حاجه انا مش مقتنع بيها. هل بيحصل نوع من انواع التحديات في بعض الاحيان؟ ده شيء طبيعي، ان بساعات بيحسوا ان هم اللي صح واحنا خطا، بس طبعا الكلمه الاولى والاخيره بتبقى لينا لصالحهم، مش عمليه عنده ولا اي حاجه، لا بس عمليه تفاهم وعمليه ارضاء للطرفين لينا او ليهم. لو في حاجه احنا مش موافقين عليها بنتناقش بقى لحد ما نوصل لحل وسط. يعني لو في اختلاف ما بين الاب والام هل ممكن يوصل للاولاد بالتبعيه؟ بيأثر طبعا، يعني نقدر نقول بنسبه اكتر من 99.9%، يعني اي خلافات اسريه يعني واي مشاكل بتوصل للولاد سواء مثلا يعني حتى لو ما وصلتش كمان انفصال بتاثر يعني بصفه كبيره جدا على نفسيه الطفل. يعني لو في العلاقه مش سليمه هتبقى في علاقه سلبيه او نتيجه سلبيه على الابناء.